يا حسين، عندك حاجة عايز تقولها أو تضيفها؟ عايز أقول إن أنا مرتاح سعد، مرتاح وفخور بعلي أخويا وبنفسي. لو وقفنا قصاد مجدي حشيش وإحنا عارفين إنه ممكن يخلص علينا في أي لحظة زي ما قتل أبونا، بس إحنا مخفناش، مخفناش وجبنا حق أبونا وبإذن الله هنسجن اللي كان سبب في قتله. سعادتك حتى لو ما حكمتليش بالبراءة فأنا مبسوط، مبسوط ورافع راسي قدام نفسي وقدام عيلتي كلها، مبسوط إن إحنا هنوديك في داهية يا أستاذ مجدي. هتوحشنا والله ويوحشنا العوق بتاعك، تعمل لحياتنا طعم. شكرا يا فندم. الحكم بعد المداولة والاطلاع على الأوراق والمستندات المقدمة بالدفاع. رفعت الجلسة. محكمة! خير يا حبيبتي، خير. طمنا بتطمنا يا حبيبي طول ما انت جنب. علي بس حسين قبل ما يتحبس كان مكلمني على نص فرخة شوية. كلمك على ايه؟ نص فرخة شوية. اقعد يا لو جت فرصة. اه طيب هو بيقول لك نص فرخة ايه؟ لا يا ماما ده النكتة ما بيننا مش حاجة حقيقية، مش حد هيطلب فرخة في المحكمة اكيد. مش عارف محكمة! تفضل. هدايا مجدي 7652 جنايات القاهرة لسنة 2024 المتهم فيها حسين عمر المرنس. أنا بستأذن حضراتكم، مش عايز أسمع صوت أثناء نطق الحكم. بعد الاطلاع والمداولة بخصوص التهمة المنسوبة لحسين عمر البرنس، حكمت المحكمة حضوريا بالقبض على الآتي أسمائهم: مجدي حشيش، صفوت مصباح، وسناء سليم. الهدوء، الهدوء. وذلك للتهم التالية: أولا التآمر لقتل حبيب الكردي، ثانيا الإتجار في الأدوية الفاسدة وإصدار بحوث مزورة وغير دقيقة حول أدوية يتم تداولها بالأسواق. وكذلك حكمت المحكمة حضوريا بالبراءة لحسين عمر البرنس. رفعت الجلسة. مالك يا عم مجدي؟ سنده يا علي لياقة. سيبه يعتمد على نفسه. حلو بقى. اشترك في باقات واتشة الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.